عازمي يقول وزير الصحة استغل منصبه لشركة مملوكة له والحكومة عمك أصمخ. أخي حمدان بس الوزير هذا إذا كان معلومتك صحيح، وايد كل الوزراء أصلا كل نواب لهم وعندهم كلهم شدوا شركات، يعني بس هو كلهم شدوا شركات كل 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 اي والله كلهم كلهم. عطني تغريب. من شهر 8 وانا اوجه اسئله ومن تاريخ اعلاني للاستجواب وكنا نوجه الاسئله واكثر من 168 سؤال، اغلب الاسئله ما تم الرد عليها، واذا رد عليها فيها مغالطات كثيره، والسؤال اللي ما يبي يجاوب عليه يقول لك والله هذا وفقا للقرار التفسيري ان والله هذا غير دستوري. زين احنا النواب اليوم شلون نجيبها؟ شلون نجيب المعلومه؟ اذا كل سؤال قاعد نوجهه قاعد يقول مثلا غير دستوري، انا اليوم وين اروح؟ اضطرينا الى تقديم الاستجواب اللي اليوم حاصل بالصحه من فساد. امر لا يسكت عنه، ولا وزير تجرأ بما قام وزير الصحه الحالي. الشارع الكويتي تحجج، وسائل التواصل تحججت. ايضا في شبهه استغلال المنصب الوزاري في ترسيه عقود مباشره للشركه المملوكه ايضا للوزير. توقعنا انه يتم اتخاذ في قرار، مع الاسف عمك اصمخ، الحكومه كانها راضيه عن ما يحصل من فساد بوزاره الصحه. أعطوني الأخ حمدان. أخوي حمدان اللحية حلوة بس وايد من تحت مو مضبوطة، مكثر منها، فليت يعني لو طولها شوي كذي أحلى أحلى كذي، يعني من فوق مضبوطة بس الشوارب الجهة المنية اليمنى يبيلها تضبيط شوي، بس اللي تحت وايد باكل منها الحلاب، فإذا رحت يعني خلي يطولها شوي تصير أحلى كذي عليك وأنت مزيون شحالاتك. بالتوفيق على استجوابك، وفعلا ما وعدت فيه صار، أنت وراكان حمدان وراكان استجوابكم صح، بس للأسف ما عندكم، لأن أكثرهم علاج. الله يعينكم، بس 10 موجودين أبشرك، 10 موجودين. شنو الخبر اللي بعده؟